سيف العبد الله مراسل أورينت نيوز ينضم إلينا مباشرة من حماة سهل الغاب عبر الأقمار الصناعية. سيف أهلا بك معنا، ما هي آخر التطورات العسكرية الحاصلة على جبهات القتال في حماة؟ نعم نور، نعم بالفعل تتواصل لليوم الثالث على التوالي المعارك في ريف حماة الشمالي وريف حماة الغربي. طبعا حتى هذا اليوم وخلال 72 ساعة ماضية تواصلت المعارك بشكل مستمر على محور كفر مبودة بعد تحريرها، بالإضافة إلى محور تل هواش وأيضا قرية الشيخ إدريس. طبعا هناك محاور جديدة تنتظر البدء بأعمال عسكرية جديدة، وذلك بعد التجهيز لها من قبل الفصائل المقاتلة كمرحلة ثانية. طبعا حتى هذا اليوم خسائر كبيرة لميليشيا أسد الطائفي نتيجة المعارك السابقة، أكثر من 100 قتيل بالإضافة إلى 90 جريح من ميليشيا أسد الطائفية. حتى هذه اللحظات أيضا الطيران الحربي والطيران المروحي يحلق فيه سماء المنطقة، لا أعرف إذا كان صوت الطائرات الحربية مسموع، بالإضافة إلى أصوات انفجارات ضخمة يعني نتيجة القصف من قبل ميليشيا أسد الطائفية. بالنسبة للخسائر الآليات والخسائر التي تمكن الفصائل العسكرية من إحرازها بصفوف ميليشيا أسد الطائفية، عشرات الآليات، أكثر من 10 آليات بين دبابة ومدرع ومصفحة، وأيضا رشاشات من عيارات مختلفة، بالإضافة إلى يعني اغتنام أكثر من 5 آليات بينها أيضا دبابة، بالإضافة إلى صواريخ من نوع مضاد للدروع، بالإضافة إلى رشاشات عيار 23، بالإضافة إلى مستودع ذخيرة بمختلف أنواع الأسلحة. طبعا محور أيضا الشيخ إدريس هناك أيضا قصف مدفعي من قبل الفصائل المقاتلة على مراكز تجمع ميليشيا أسد الطائفية، هناك أيضا هناك استهداف بالقذائف الهاون والقذائف المدفعية. طبعا أيضا حرش الكركات تقوم الفصائل باستهداف مواقع ميليشيا أسد الطائفية بالقذائف الهاون والقذائف المدفعية. تمكنت الفصائل المقاتلة في قرية الحويز من استهداف عنصر بقناصة ومقتل أحد عناصر ميليشيا أسد الطائفية في المنطقة، بالإضافة إلى استهداف نقاط تمركزهم بالقذائف المدفعية وقذائف الهاون. طبعا يعني حصيلة هذه المعارك على مدى 3 أيام من قبل على مدى 3 أيام ماضية كانت كبيرة بصفوف ميليشيا أسد الطائفية، سواء كان بعدد القتلى وعدد الجرحى، بالإضافة إلى عدد الآليات المدمرة وأيضا النقاط التي تقدمت إليها فصائل المقاتلة وتمكنت من تحريرها وبسط السيطرة عليها. طبعا مدينة كفر مبودة حاولت ميليشيا أسد الطائفية على أكثر من 5 محاولات استرجاعها خلال اليومين الماضيين، ولكن الفصائل المقاتلة تمكنت من إحكام السيطرة عليها، بالإضافة إلى تحصينها بشكل جيد وعدم قدرة ميليشيا أسد الطائفية على اقتحام هذه التحصينات. طبعا على محاور أخرى تنتظر أيضا البدء بعمل عسكرية من أجل تحرير المناطق التي تقدمت عليها ميليشيا أسد الطائفية مؤخرا، سواء كان في قلعة المضيق أو حتى في قرية الحويز وأيضا تل هواش والمناطق الأخرى. شكرا لك سيف العبد الله مراسل أورينت نيوز، حدثتنا من حماة من سهل الغاب.